أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام للضلالة وممثل من الممثلين. فما معنى قوله ممثل من الممثلين؟ ما أدري عنه، ما اطلعت عليه، لم اطلع على هذه اللفظة. نعم.